أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. الوفد الحكومي في المشاورات يغادر الكويت بعد يوم من توقيعه على مشروع اتفاق أممي. تجدد المواجهات بين المقاومة والميليشيا في مناطق بأطراف لحج وتعز وشبوة والبيضاء. كاميرا بلقيس توثق حجم معاناة مئات النساء دفعت بهن الظروف المتردية إلى سوق العمل. قال موفد قناة بلقيس في الكويت إن جميع أعضاء الوفد الحكومي غادروا دولة الكويت، وأوضح مراسلنا أن الوفد غادر بعد يوم من توقيعه على مشروع الاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، الذي تضمن مشروع اتفاق وافقت عليه الرئاسة اليمنية وفوضت الوفد الحكومي بالتوقيع عليه، فيما رفض وفد الميليشيا المشروع الأممي. هذا وجاءت مغادرة الوفد الحكومي بعد ساعات من عقد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ جلسة مشتركة مع الوفدين. وأوضح مراسل بلقيس أن الوفد الحكومي قرر العودة إلى العاصمة السعودية الرياض بعد يوم من توقيعه الرؤية المقدمة من المبعوث الأممي الهادفة لحل النزاع القائم في البلاد منذ مارس من العام الماضي. هذا وقدم المبعوث الأممي مشروع اتفاق لإنهاء النزاع في اليمن تضمن البدء في تنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية، ومنها انسحاب الميليشيا من العاصمة صنعاء وتعز والحديدة تمهيدا لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق. لم يتحرك قطار التسوية كما توقع البعض بعد الإعلان عن مشروع الاتفاق الجديد الذي قدمه الوسيط الأممي، وعادت مشاورات الكويت إلى النقطة التي بقيت فيها طوال أكثر من 3 أشهر. الوفد الحكومي متأهب على الدوام للمغادرة، فيما وفد الميليشيا واقف على بوابة الرفض لكل المقترحات الأممية. وبعد أن كان الوفد الحكومي قد أعلن موافقته على مشروع الاتفاق الأممي وتراجعه عن مغادرة الكويت، عاد وأعلن تمسكه بموقفه من إنهاء مشاركته في المحادثات إن لم يوافق وفد الميليشيا على ذات المقترح. مصادر في الكويت أكدت أن الوفد الحكومي سيغادر عائدا إلى الرياض بعد أن يعقد اجتماعا مع ولد الشيخ، على خلفية استمرار وفد الميليشيا على موقفه الرافض بالمطلق للمقترحات الأممية وتمسكه بما يسميه الحل الشامل. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية على الأرض وعودة الهجمات على المناطق الحدودية مع السعودية وسقوط عدد من العسكريين والمدنيين في تلك الهجمات، مما استدعى تأكيد المتحدث باسم قوات التحالف أن العمليات العسكرية للتحالف ستستمر حتى ينتهي الانقلاب على الشرعية في اليمن. لكنه تصريح لم يكن يخلو من إشارة لا انكفاء العمليات العسكرية للتحالف للرد على هجمات الميليشيا على الحدود. وهذه بالضبط هي النقطة التي انطلق منها تصعيد الميليشيا الأخير، إذا اختارت الميليشيا تصعيدا معتمدة على تراجع مؤشرات الحسم العسكري وتعامل المجتمع الدولي مع مواقفها في المحادثات بشيء من التساهل، ومع إعلانها المجلس السياسي الأعلى في صنعاء فتحت بوابة التصعيد المتبادل. ولكن لا أحد يعرف أين ستتوقف هذه اللحظة وما هي مواقف الأطراف الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأزمة اليمنية، وهي التي تعطي دائما مؤشرات أوضح عن مصير واتجاهات الحرب والسلام اليمنيين. ميدانيا جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العنيف على مواقع للمقاومة الشعبية بالدبابات من مواقع تمركزها في الوازعية بمنطقة الخزام والبرحة التابعة لمحافظة لحج. وقال مراسل بلقيس إن الميليشيا دفعت بتعزيزات في وقت سابق عبر طريق البرح وأخرى إلى جبهات الصبيحة لتنفيذ عمليات تسلل، لكن المقاومة الشعبية تصدت لها. يعرفون جبالهم جيدا، ففيها نشأوا وتحت ظلالها كبروا ورعوا مواشيهم، وكثيرا ما حاولوا زرع جروفها، وهم اليوم يحاربون ويذودون مدافعين عنها. يخوض أبناء مناطق الصبيحة والمضاربة المعارك بإمكانياتهم البسيطة، رافضين كل عروض ميليشيا الحوثي بتسليم المرتفعات التي يمكن لها أن تصبح قلاع قتلوا منها الأبرياء، وتحقق عبرها أهداف الميليشيا في التوسع نحو مناطق لحج. يحرموا في هذه المناطق، مناطق الصبيحة، مزبرات الغزات، خط الأحمر، حتى الموت بعدهم لكاردهم إلى أوكارهم. يقول للحوثي ما معك إلا من هذا، لا تحاولك تدخل هذه الحدود أبدا أبدا، خط أحمر يعني، اقنع اقنع أبد أبد. وقال مراسل قناة بلقيس في المنطقة إن الميليشيا ومنذ أمس الأول
قصفت مواقع المقاومة في المنصورة وقرى شريرة والظهورة في مديرية المضاربة، كما نفذت عمليات تسلل ومناوشات في جبهة الأغبرة. ووفقا للمراسل فإن أبناء المديريتين يخوضون معارك شرسة في مرتفعات جبال كهبوب، وهي معارك من شأن من يحسمها أن يحدد مصير جبهات أخرى كثيرة قريبة من تلك المناطق. صد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية محاولة لتقدم ميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة قمل بمديرية حيفان. وقال مصدر في الجيش الوطني إن مواجهة عنيفة تشهدها جبهة قمل بعد شن الميليشيا هجوما على مواقع للجيش والمقاومة. وأضاف المصدر أن الميليشيا قصفت قريتي حفيظان وصور من مواقع تمركزها في مفرق ذؤاب وجبل شوكة. وصل إلى مدينة تعز وفد أممي يضم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة خليل يونس بعد احتجازه لساعات في منفذ غراب من قبل الميليشيا. وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة خليل يونس في تصريح خاص لقناة بلقيس إن الأمم المتحدة مهتمة بمدينة تعز وما يحدث فيها. وأضاف يونس أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة لمتابعة الأوضاع الإنسانية عن قرب رغم عرقلة الظروف الأمنية. سبب الزيارة هو يعني النقاش مع السلطة المحلية واللجنة التهدئة ومجلس الأعلى لتنسيق المقاومة عن ترتيبات وتنسيق الشؤون الإغاثة الإنسانية لمدينة تعز والمحافظة بشكل عام، واتفقنا مع الأطراف كلها واتفقنا على الأمم المتحدة يعني تعمل مبادرة لتقوية هذه الترتيبات، وإن شاء الله في مبادرة طلعت من الأطراف من اللجنة التهدئة والسلطة المحلية و المجلس العسكري نناقش إن شاء الله هذه المبادرة مع الإدارة الأمم المتحدة، وإن شاء الله بيكون الرد السريع. الأمم المتحدة مهتمة بتعز بشكل عام، وإن شاء الله يعني هذه بس أول زيارة مش آخر زيارة، ونحن نرتب الزيارات إلى كل المناطق إن شاء الله كل المديريات. وفي سياق متصل قال رئيس لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار عبد الكريم شيبان إن زيارة وفد الأمم المتحدة للمدينة من أجل مناقشة فك الحصار وإعادة فتح الطريق المؤدية إليها ووقف إطلاق النار. وأضاف شيبان أنهم قدموا تصورا للوفد الأممي بموجب اتفاق وقعت عليه جميع الأطراف في وقت سابق في منطقة الحوبان. قدم تصور بموجب طبعا اتفاق 16/4 اللي تم توقع عليه في الحوبان مع ممثلي الحوثي وصالح، وعطيناها التصور وقال سيعطينا رد سريع خلال أيام معدودة يعني يوم غدا بعد غدا عن رأي الأمم المتحدة حول تنفيذ هذا الاتفاق، لأنهم يريدون أن يشرفوا على هذا الاتفاق لفتح الطرق وفك الحصار. ونبقى في تعز، وعلى الرغم من حالة الحصار والحرب التي تعيشها المدينة يواصل الطلاب تأدية امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية في ظل صعوبات كثيرة. مراسلنا فواز الحمادي زار مدرستي الوحدة والفقيد النعمان في مديرية المعافر ووفانا بالتقرير التالي. حرب وحصار ومستقبل في مهب الريح، هذا ما يقوله واقع التعليم في تعز. صعوبات في الوصول إلى مراكز الامتحان وفوضى في اعتماد الأسماء من الوزارة ومتاهات في أرقام جلوس الطلاب النازحين. مثل مشكلة الطلاب النازحين قد وجدنا طلاب مش موجودين معهم أرقام جلوس وليس موجودين في كشف المناداة، فهذه كانت معنا مشكلة فاضطرينا نحن نمتحنهم بحيث أن أرقام الجلوس حقهم من الأنترنت. اختبارات الشهادات العامة في تعز وجه آخر لمأساة حرب الميليشيات على المحافظة. طالب نازح من الكلائبة من موقع الحرب التي كانت آثارها مدمرة على المستوى التعليمي، فكانت هذه الآثار هي من أسباب وقوفه في هذه المدرسة والالتحاق بهذه المدرسة. توضح هذه الكشوفات بتغيب الكثيرين عن قاعات الاختبار إما لصعوبة في الوصول وإما لأن الكثيرين منهم استشهدوا بقذائف وصواريخ الإنقلابيين، لكن ذلك ليس كل شيء.
رغم ما أننا تعز محاصر رغم الظروف الصعبة والحرب ونحن لم نستطيع الدراسة، بس بما أننا استطعنا ندخل الامتحانات الثانوية. غربة بين الطالب وذاته، وبين الطالب والكتاب، وبين الطالب والمدرسة، واختبارات معدة بطريقة توحي بأن الأوضاع طبيعية فيما الحياة كلها معطلة. حالة الحرب والحصار التي تفرضها الميليشيات على تعز لم تمنع هؤلاء الطلاب من أداء امتحاناتهم في مشهد يجسد رفض المدينة وأبنائها لمشروع السلاح. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز. قال مصدر محلي إن قوات الجيش تمكنت من إحراق دورية عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع بمنطقة الساقية غربية مديرية الغيل في محافظة الجوف. وشهدت المديرية اشتباكات متقطعة بين الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. وفي مديرية خب والشعف سقط قتلى وجرحى من الحوثيين في غارات جوية شنتها طائرات التحالف على منطقة صبرين. في غضون ذلك قتل 32 مسلحا وأصيب العشرات إثر مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في محافظة شبوة. وقال المتحدث باسم السلطة المحلية في المحافظة سالم صائل إن الميليشيا شنت هجوما على مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية عسيلان خلال الساعات الماضية وتم التصدي لها. عندما يكون العدو على الأبواب لا تقدير للمخاطر في ظل المعركة، تظهر هذه الصور هنا في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة أفرادا من المقاومة الشعبية يخوضون مواجهة تحت المطر، فالحرب بالنسبة لهم ليست مجرد اختبار، بل بات القتال والتضحية في سبيل قضيتهم جزءا مركزيا من صمودهم الذاتي. لا يختار المقاتل ظروف المواجهة أو زمنها أو مكانها، حتى وإن كانت المواجهة وجها لوجه. معركة خاطفة بحسب معلومات سقط خلالها نحو 8 من أفراد المقاومة وعشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، حيث تفاصيل المعركة تخص أبناء عسيلان بالذات والرغبة لفكرة الخلاص من الميليشيا. لن يتركوا مكارسهم، وهذا الخزان وهذه المحطة والمحكمة بالخلف. فهذه المعركة في هذه الجبهة ليست سوى نموذج مصغر لما تبدو عليه المقاومة منذ عام ونصف تقريبا في أكثر من محافظة، وهو زمن ما بين صعود الميليشيا وانحسارها لتبقى حبيسة ماض لن يعود مهما اقترفت. وننتقل مشاهدينا الكرام الآن إلى مطار الكويت لنقل فعاليات المؤتمر الصحفي لوفد الشرعية قبل مغادرة الكويت. المعبر الوحيد الذي وهو معبر يشبه معبر الصهيوني في فلسطين المحتلة، ونعرف مدى ما يقومون به. هم يعملون هذا، لم ينفذوا تلك القضايا التي حددت لبناء الثقة كما قلت في سويسرا. ثم بعد ذلك ذهب المبعوث للنقاط الخمس، نحن وافقنا على النقاط الخمس، لم يلتزموا بالنقاط الخمس. ثم ذهبنا إلى إطار عام طرحه المبعوث، نحن وافقنا عليهم، لم يلتزموا فيه. ثم ذهبنا إلى تشكيل لجان وتحديد مهام اللجان، نحن وافقنا عليها وكان هذا مطلبهم، ثم لم يلتزموا. وهكذا من سلسلة إلى سلسلة، ونحن كنا نقبل هذا لأننا نريد السلام، نريد لشعبنا الأمن، نريد لشعبنا الاستقرار، نريد إنهاء هذه الحرب القذرة التي أشعلها هذا الطرف الإنقلابي، نريد الأمان والأمن لبلادنا، ونريد أن نكون في وضع يسمح للعالم كله أن يدرك بأن الحكومة اليمنية تدرك متطلبات السلام وتدرك ضرورة إعادة الأمن والاستقرار لبلادنا. الآن بعد 90 يوم من المشاورات قدمنا فيه كل ما نستطيع، وفي ختامها نحن وقعنا اتفاق. هذا الاتفاق ينص على قضايا كثيرة كما قلت، رغم ملاحظتنا عليها ينص على قضايا كثيرة ومنها الانسحابات، ورغم أننا كنا نطالب بانسحاب شامل لكننا قبلنا من الانسحابات من ثلاث مناطق في كمرحلة أولى: العاصمة ومحيطها الأمني بالكامل، ومحافظة الحديدة ومحافظة تعز كمرحلة أولى، المرحلة ألف، لكي نبدأ خطوة. كانت هذا تنازل كبير منا،
كان هناك تنازلات كثيرة أخرى. نحن وافقنا على أن الخطوة الأولى تبدأ بحل ما سمي باللجان الثورية أو اللجنة الثورية والشعبية وما سمي باتفاق المجلس السياسي، باعتبار أن هذا مناقض للدستور والقرارات 2216 ولمخرجات الحوار الوطني وللشرعية وللمشروعية، وهي خطوة ضرورية. الاتفاق الذي قدمه المبعوث هو اتفاق شامل يتحدث حتى عن مناقشة القضايا السياسية في مرحلة لاحقة بعد إنهاء الانسحابات، يتحدث عن مسألة تدفق السلع والقضايا التجارية والحصار وغيرها للمدن وغيرها. هو اتفاق شامل، ولكنهم يتحدثون الآن أنهم يريدون اتفاق شامل. مفهومهم الاتفاق الشامل أن نسلم لهم السلطة ونشرع عن انقلابهم، ولكي يستمروا في تقتيل شعبنا ولكي يستمروا في الإقصاء الذين يمارسوه. مفهومهم الاتفاق الشامل أن لا يكون هناك إفراج حتى عن معتقل واحد. مفهومهم للانقلاب للاتفاق الشامل هو انقلاب يتم بموافقتنا وموافقة أممية. هذا الأمر لن يحصلوا عليه. هناك الآن مشروع سلام أو هناك اتفاق سلام قدمته الأمم المتحدة بعد 90 يوم من المشاورات والذهاب والإياب والمشاريع المتعددة. نحن وافقنا عليه، بعثت رسالة باسم الوفد إلى المبعوث وقيادتنا السياسية وافقت عليه بأننا نوافق على هذا، لدينا استعداد أن نوقعه. كنا نعتقد بأنهم سوف يستجيبون وبأنهم سيوقعون معنا على هذا، لكنهم رفضوا هذه الورقة، رفضوا هذا الاتفاق لأنهم لا يريدون سلام، يذهبون بتحججات كثيرة. أعادوا الورقة للمبعوث. نحن لازلنا على دعمنا للمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ، وعلى تعاملنا الإيجابي معه ومع المجتمع الدولي الذي يقدر موقفنا، والذي أيضا تحملنا لكي نثبت له أي جماعة سعت للانقلاب في اليمن وأي نوع هم من الجماعات، باعتبارها جماعة إرهابية تدميرية لا تريد السلام، ومع ذلك ستبقى يدنا ممدودة للسلام. إذا وافقوا على هذا الاتفاق سنعود في أي لحظة. لدينا حتى الآن موعد محدد وهو 7 أغسطس، موعد التمديد الذي مدده الأشقاء في الكويت بموافقة المجتمع الدولي وبموافقة المبعوث وبناء على طلبهم. هذا الموعد لا زال موعد مشاورات بالنسبة لنا، قائمة المشاورات قائمة، لم نغلق المشاورات ولا ننهيها، ولكن نرى أن بقاءنا هنا بعد أن وقعنا هذا الاتفاق لا جد. والآن الحديث والمفاوضات هي بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإنقلابيين. نحن استكملنا ما علينا من حجة، وهذه الأمر إذ عندما تكتمل المشاورات للمجتمع الدولي للمبعوث مع الإنقلابيين ويبدو الاستعداد للتوقيع على هذا الاتفاق الذي وقعنا عليه، سنأتي كما قلت بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، حتى التاريخ المحدد في رسالة التي بعثت بها للمبعوث اللي هو 7 أغسطس. هذا ما أردت أنا أضعكم أمامه، أضع المشاهدين وأضع الرأي العام اليمني الذي يجب أن يدرك بمنهم الذين يريدون السلام والاستقرار لبلادنا، منهم الذين قدموا التنازلات، وللرأي العام العالمي. وأعتقد أن موقف الحكومة اليمنية يحظى بالتقدير من كل المجتمع الدولي، الدول الراعية. والحقيقة نحن نشكر الأشقاء في دولة الكويت الذين رعوا هذه المشاورات واستضافوها وتحملوا الكثير في سبيلها، في مقدمتهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيضا أخي والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، الذي كان يتابع هو وفريق هذه المشاورات بشكل يومي. نحن نقدر دولة الكويت تحملت وصبرت وحددت في المرحلة الأخيرة بأن المشاورة ستمتد لأسبوعين، ثم وافقت على التمديد إلى أسبوع آخر بعد 75 يوم سابقة من أجل السلام في اليمن. ونحن نقول لهم هذا الفضل وهذا الجميل وهذا الموقف الأخوي القومي لن ينسى لكم من الشعب اليمني، وسنبقى معكم. الكويت بلدنا، سنعود لها في أي لحظة. نحن لازلنا باقين في إطار المشاورات، لم ننسحب من المشاورات، ولكن عدنا لنناقش ونتشاور مع قيادتنا، وفي نفس الوقت لنعطي فرصة للمبعوث والمجتمع الدولي أن يقضي الوقت المناسب مع الطرف الآخر لإقناعه بالموافقة على هذا الاتفاق الذي صاغته الأمم المتحدة. وعندما يستطيع إقناعه سنكون نحن موجودون
حتى لا نبقى هنا بدون عمل، لأن المشكلة لم تعد عندنا وإنما عند الطرف الآخر. شكرا والسلام عليكم. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام. إذن كان هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوفد الحكومي سيد عبد الملك المخلافي. طبعا ذكر وشدد في خلال المؤتمر الصحفي بأن وفد الشرعية قدم كل التنازلات من أجل أن نتقدم خطوة إلى الأمام في هذه المفاوضات، لكن وفد الانقلاب رفض لذلك رغم التحفظ من قبل وفد الشرعية على الانسحاب من جميع المدن، وقبلوا بالانسحاب الجزئي مبدئيا كخطوة أولى، لكن ومع ذلك الميليشيا لم توافق على هذا الانسحاب. أيضا مفهوم السلام، حرصت الدولة والحكومة الشرعية على إظهار المجتمع الدولي بأن الوفد الحكومة حريص على السلام، لكن الميليشيا هي التي تصر على مواصلة الانقلاب والحرب. إذن نواصل فعاليات هذا المؤتمر الصحفي ومن ثم نكمل الأخبار. خلال المدن، وبالتالي يجب تصفية هذا الأمر ثم نعود للشراكة. نحن نقول مع المجتمع الدولي هذا القول، ونوافق المجتمع الدولي هذا القول، وندرك بأن هذه هي الحقيقة، هذا هو العدل، هذا هو الدستور اليمني، هذا هو القرار 2216، هذا هي مخرجات الحوار، وهذه هي هذا هو المنطق والعقل. هم يتحدثون خارج هذا الأمر. الآن هناك مشروع متكامل قدم من المبعوث، نحن وقعنا عليه، يبدأ بموضوع الانسحابات ويتحدث عن مرحلة لاحقة فيها حوار أو اتفاق سياسي، ونحن لسنا ضد هذا الجانب، لكنهم هم يريدون فقط شرعنة الانقلاب. لن يحصلوا على هذا لا مننا ولا من المجتمع الدولي، هذا أمر حاسم، ولهذا هم يضيعون الوقت. المشكلة هم الآن حتى في الورقة التي قدمت ليست تعديلات على الورقة، نحن أيضا لدينا ملاحظات كانت على الورقة. مشكلتهم في هذا الجانب أنهم مفهومهم للسلام مختلف، مفهومهم للسلام هو شرعنة انقلابهم هم، مفهومهم للسلام هو يعني إعطاء السلطة التي هي غير مشروعة حتى الآن في مواجهة المجتمع الدولي كله داخليا وخارجيا وفق الدستور، إعطاها الشرعية والإبقاء على سلاحهم. بدون سحب السلاح وانسحاب الميليشيات من المدن وعودة الأوضاع بشكل طبيعي وفق لإجراءات متفق عليها، فإنهم لن يحصلوا على أي شيء لا منا ولا من المجتمع الدولي خارج إطار المشروعية الداخلية الدستورية والقرارات والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والمشروعية الدولية الممثلة بقرار 2216. هذه المدة نحن إخواننا الدولة المستضيفة أشقائنا في الكويت يقولون لنا نحن لن نمدد تمديد آخر، مشاورة ستنتهي في 7 ستنتهي، المبعوث يقول لن نمدد. ما هو الموقف المجتمع الدولي فيما بعد ذلك من أجل الوصول إلى حل؟ هذا متروك للمبعوث المجتمع الدولي، لكن نحن نقول بأنه يجب في نهاية هذه المشاورات أن يعلن من هو المعرقل للسلام، وأن يكون هناك موقف واضح وحاد من كل المجتمع الدولي في مواجهة العرقلة. يكفي تدليل لمجموعة انقلابية لا تدرك معنى المجتمع الدولي ولا تدرك معنى السلام ولا تدرك معنى الرأي العام ولا تدرك معنى رغبة اليمنيين في السلام وتعبهم من هذه الحرب. على الجميع أن يوجه رسالة حادة في نهاية هذه الفترة إذا لم ينصاعوا أو إذا لم يوافقوا على هذا الاتفاق، أن يوجه لهم رسالة واضحة من أنه كفى ومن أن الموقف سيكون موحد في مواجهتهم. مع الوزير يعني سابقا قلتم أن حكومة الأم تقبل في تقييم تنازلات لأجل السلام، الآن هل طلب منكم المبعوث تقديم بعض التنازلات لتغيير هذا الاتفاق، وهل هناك ضغوط دولية عليكم في القبول بذلك وتقديم تنازلات؟ أعتقد أنه ليس منطقيا أن يضغط علينا، لأن هذا المشروع أو هذا الاتفاق ليس وليد عشية وضحاها. بعد 90 يوم قدمت خلالها مشاريع كثيرة وأنتم تعرفون ذلك، ووافقنا عليها كلها، وكان يضغط علينا عدلوا، جرى دلال كبير للإنقلابيين. نحن حتى سكتنا عن هذا الدلال لأننا نريد السلام. ليكن، هذا طرف دمر البلد، ليكن، سنذهب من هنا، سنذهب لهنا، سنتحمل كل مسؤولية، وبمسؤولية الأم كما قلت من أجل السلام في بلادنا. لكن بعد هذه اللحظة، بعد هذا الموقف المفصلي، أعتقد أنه سيكون من العبث الحديث عن أي تراجع عن هذا الاتفاق أو عن هذا النص.
إذا فتح باب التراجع سنعود لنقطة صفر. نحن أيضا لدينا ملاحظات على هذا المشروع. من قال بأن هذا المشروع يعني يمثل وجهة نظرنا 100%؟ لأن أي مشروع تسوية هو لا تمثل وجهة نظر طرف 100%، هي اتفاق. نحن لدينا ملاحظات كثيرة جدا وناقشناها، ولكننا قبلنا وضغط علينا من أجل أن نقبل هذا المشروع كما هو. وقلنا إذا كان هذا سينتج عنه سلام لبلادنا، حتى لو جاء على حساب كثير من الملاحظات وكثير من القناعات لدينا وكثير من التخوفات، فليكن. نحن نريد الشعب اليمني هذا أن يستقر، أن يصل إلى سلام، أن يصل إلى استقرار، أن يتوقف الحرب. لكن هذه جماعة موت وليست جماعة حياة. لا تدرك معنى أن يوم من أيام الحرب هو دمار لليمن وهلاك للإنسان. نحن ندرك معنى يوم من أيام الحرب، هم لا يدركون. ولهذا وافقنا على مشروع لسنا مقتنعين به كاملا، لعلنا نصنع السلام فيما بعد. أما أن يقال لنا غيروا مرة أخرى، أنا أقول لك بوضوح، هذه جماعة لن تقبل أي صيغة إلا إذا كانت هذه الصيغة تشرعن انقلابها. هذه الجماعة، وأنا الآن أتحدث عن جماعة الحوثي صالح، عهد عنها بأنها في مرحلة من المراحل كانت توقع اتفاقات كثيرة ثم لا تنفذ، كان ذلك قبل استيلائها على السلطة. الآن هي في مرحلة لا تريد أن توقع حتى اتفاقات لا تنفذها، لأنها تعتقد أن ذلك سينتقص من نهبها وسرقتها للسلطة، فأنها يمكن أن تعود إلى أن تكون جماعة طبيعية. وهم يعتقدون بأن هذه فرصة جاءت لهم لنهب السلطة وأنهم لن يتنازلوا عنها. ونحن نقول لهم أن شعبنا لن يقبل لمثل هذه الجماعة أن تحكمه بهذه الطريقة، وأنه سيواجه هذه الجماعة. إن أرادوا السلم نحن قد وقعنا اتفاق وصبرنا عليهم، إلا بيريدوا لا يعتقدوا بأن لا اليمن ولا العالم ولا غالبية الشعب اليمني إن كان لديهم جزء من الناس سيقبل بأن تستولي جماعة مسلحة ميليشاوية على السلطة بهذه الطريقة، وتدمر الشعب اليمني وتقتل وتعتقل وتدمر المدن وتصنع أمور لم يسبق أن صنعتها أي جماعة أخرى في الشعب اليمني، من دمار للنسيج الاجتماعي ومن ممارسات عنصرية ومن إقصاء وغيرها من المظاهر. الوزير، هل أصبح خيار الحرب هو الخيار الوحيد أمام الشعب اليمني؟ نحن لا زال خيارنا هو خيار السلام، هو بدليل أننا وقعنا على اتفاق سلام حتى لم نكن يعني على قناعة تامة به. أما هم فخيارهم بالتأكيد الحرب. هم انقلبوا على قرار 2216 حقيقة، لن ينقلبوا على اتفاق إطاري لهذه المشاورة، يعني حتى بالتحديد لمدة 45 يوما. ما كان هناك ضمانات؟ نحن أردنا هذا الاتفاق بصورة الأولية من أجل أن نقول بأننا تقدمنا خطوة. أردنا أن يكون هذا الاتفاق، رغم أنه لا يحمل الضمانات الكافية كما قلت، أردنا أن يكون هذا الاتفاق رسالة لشعبنا بأننا رسالة تطمين هو يحتاجها الشعب اليمني المظلوم، بأننا في الطريق إلى السلام. قلنا لتكون هناك خطوة. أيضا أردنا أن نقول للمجتمع الدولي أن اليمنيين صاروا في طريق السلام. أردنا أن نقول للأشقاء في الكويت نحن صنعنا السلام في هذا البلد الطيب الذي سبق له أن احتضن مرتين اليمنيين من أجل السلام. أردنا أن نقول للمبعوث نحن ندعمك، سنسهل مهمتك لكي نصنع قاعدة للسلام. وكان لدينا استعداد، هناك ملاحق لهذا الاتفاق، هناك نقاط ستحتاج إلى مرحلة لاحقة، كان لدينا استعداد أن نستمر طالما بنينا هذا المدماك، أن نستمر أيضا من أجل صنع المداميك أخرى ونصنع الضمانات لنحصد بعد ذلك الاستقرار وعودة الأمور بشكل طبيعي. لكنهم هم لا يريدون أن يضعوا أي لبنة، أي خطوة في طريق السلام، ويعتقدون أنهم يستطيعون أن يستمرون بالحرب، لأن فهمهم للدولة وللحياة هي حرب وقتال، ودون إدراك لمتطلبات اليمنيين الآن الذين يعانون، يموتون ثم يعانون في التعليم، في الصحة، في المعيشة. في شعب اليمن الآن في حالة صعبة لا يدركون معناها، لا يدركون معنى الانهيار الاقتصادي الذي أوصل الشعب إليه من خلال نهب المؤسسات ونهب الأموال ونهب البنك المركزي. لا يدركون معنى أن الكثير من المدن مدارسها مغلقة. لا يدركون معنى أنهم يدمرون مؤسسات الدولة بتعيينات عنصرية إقصائية لجماعتهم، أنهم يدمرون حتى جامعة صنعاء
التي مارسوا فيها. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. نعتذر عن هذا الخلل، انقطاع فعاليات المؤتمر الصحفي. طبعا رئيس الوفد المخلافي شدد على نقاط كثيرة في هذا المؤتمر، كان أبرزها بأن بدون تسليم السلاح، بدون الانسحاب من المدن، لا يمكن القبول بأي اتفاق مع الميليشيا. أيضا شدد المخلافي. إذن نعود أيضا مرة أخرى إلى فعاليات المؤتمر. هل اقتنعت بان لا سلام مع الحوثيين وكذلك الدول 18 الراعي وخاصه الولايات المتحده والبريطانيه؟ المشكله ان الحوثيين هم الذين يوجهون رسائل للجميع بانه لا سلام معهم. لاحظوا ما يحدث الان في مختلف المحافظات اليمنيه من حرب يصعدونها يوما بعد اخر، خاصه بعد ان اظهر علي صالح وجهه الذي كان البعض يعتقد بأنه مستتر رغم أنه مفضوح باعتباره جناح الانقلاب الآخر بذلك الاتفاق الذي عمله، وأيضا في حروبهم على الحدود مع المملكة العربية السعودية التي تشتد. فأعتقد أن العالم يدرك الآن بأن هذه جماعة حرب وليست لديها رغبة في السلام، وأنها جماعة تعتقد بأنها تستطيع أن تنفرد باليمن وتستطيع أن تنفذ أفكارها الشيطانية تجاه اليمن والمنطقة. معالي وزير، سؤال أخير، ماذا تقول الشعب اليمني بعد السابع من أغسطس؟ هل يشدوا الأحزمة؟ هل يستعدوا لحرب؟ نقول هناك أمل، ما زال هناك. نقول لليمنيين نحن سنستمر على المستوى السياسي نبذل كل جهد من أجل السلام ومن أجل أن نعيد لك الاستقرار، وفي نفس الوقت نقول للشعب اليمني عليك أن تنتفض ضد هذه الجماعة، أن تحافظ على وطنك، وأن تدرك بأننا أمام جماعة لا تريد السلام. فعلى كل اليمنيين أن يحددوا موقف موحد تجاه هذه الجماعة يساعدنا على إعادة الأمن والاستقرار لبلادنا. شكرا. إذن كانت هذه فعاليات المؤتمر الصحفي لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الكويت. ربما تحدث عن الكثير من النقاط، كانت أبرز هذه النقاط بأن الوفد الشرعية وقع على المشروع الأخير الذي قدمه الأمم، الذي قدمه مندوب الأمم المتحدة وراعي هذه المشاورات. ربما الانقلابيين يحاولون من خلال هذه عدم التوقيع لهذه المفاوضات هو البحث عن آلية لشرعنة الانقلاب كما تحدث السيد المخلافي. أيضا تحدث المخلافي بأنه المشاورات لا زالت قائمة ولن تغلق، وفي حال تم التوقيع على هذا المشروع سيعود وفد الشرعية عند إبلاغه بذلك. أيضا أكد المخلافي بأن الانقلابيين يريدون شرعنة الانقلاب ولن يحصلوا عليه لا من الحكومة الشرعية ولا من المجتمع الدولي، وسيظل وفد الحكومة ينشد السلام حتى يظهر للمجتمع الدولي مقدار حرص الحكومة على الحفاظ على دماء الشعب اليمني. لكن الميليشيا الانقلابية تصر على المضي في هذا الخيار ولا تأبه بحياة اليمنيين. ربما كانت هذه أبرز النقاط التي تحدث عنها في المؤتمر. مشاهدينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الأوقاف يتهم الحوثيين بتعطيل اكتمال إجراءات تسجيل الحجاج اليمنيين. الوفد الحكومي في المشاورات يغادر الكويت بعد يوم من توقيعه على مشروع أممي. تجدد المواجهات بين المقاومة والميليشيا في مناطق بأطراف لحج وتعز وشبوة والبيضاء. كاميرا بلقيس توثق حجم معاناة مئة النساء دفعت بهن الظروف المتردية إلى سوق العمل. من جديد أهلا بكم.
نفذ العشرات من أهل المعتقلين لدى الجيش في المكلا وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بالإفراج عن ذويهم والسماح لأسرهم بمقابلتهم. وندد المحتجون في الوقفة التي أقيمت أمام مقر إقامة المحافظ بما وصفوه الإجراءات التعسفية من قبل الجيش والأمن وحرمان المعتقلين من حقوقهم التي كفلها لهم القانون، ومن بينها حق الاتصال بعائلتهم والحصول على محامين للدفاع عنهم. في حضرموت أيضا اتخذت السلطات إجراءات أمنية جديدة في تعاملها مع تنظيم القاعدة، بينها منح مهلة لعناصر التنظيم مقابل تسليم أنفسهم. وقالت السلطات في المحافظة إن هذه الإجراءات استجابة لمطالبات من أهالي وزعماء القبائل المحلية التي ينتمي بعض أبنائها للتنظيم. إجراءات أمنية جديدة أقدمت عليها السلطات في حضرموت تمثلت في إعلان الجيش وقيادة التحالف العربي في المحافظة لمهلة تمتد لأسبوعين للعناصر المتورطة فيما أسمتها بالتنظيمات الإرهابية وتسليم أنفسهم مقابل عدم ملاحقتهم وإصدار عفو عام بحقهم. ونحن بإنذارنا اللي طرحناه أمس واضح المعالم أنه والله أي واحد متعاون مع القاعدة يسلم نصه، يقول إيش درجة المعاونة حقه، بدل ما نجيله بس عندنا أولويات، واللي في القاعدة واللي اشترك قريب واللي اشترك بعيد يجوا يسلموا أنفسهم الآن إذا يحبوا الحياة، وإذا يشتوا الفردوس سابع نحن بنساعدهم. ويأتي هذا الإجراء بعد أن نجحت خطوة مماثلة في وقت سابق في قيام العشرات من عناصر القاعدة بتسليم أنفسهم للسلطات بعد تدخل وساطات محلية قادها عقال حارات وشخصيات اجتماعية وأهالي المطلوبين. مهلة العفو المزمنة تأتي في وقت كان الجيش والأجهزة الأمنية في المحافظة قد تمكنت من إحباط عدد من الهجمات التي كان يتم الإعداد لها، حيث كشفت السلطات مؤخرا عن تفكيك واعتقال ما أسمتها بالخلية الإرهابية والقبض على انتحاري كان يخطط استهداف تجمع للمتقاعدين عسكريا وقت استلامهم لرواتبهم التقاعدية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. اتهم وزير الأوقاف فؤاد الشيخ الحوثيين بتعطيل اكتمال إجراءات تسجيل الحجاج اليمنيين، وقال إن سيطرة الميليشيا على البنوك حالت دون إكمال الإجراءات المالية المطلوبة إلى جانب انتهاكهم للطرق التي يسلكها الحجاج. وفي السياق ذاته كشف وزير الأوقاف عن تحديد حصة حجاج اليمن لهذا العام ب19,450 حاجا بحسب التعداد السكاني لكل محافظة بما فيها محافظة صعدة. في سياق آخر، دفعت الأوضاع الاقتصادية المتردية مئات النساء إلى سوق العمل، وتزايدت هذه الظاهرة بشكل ملفت في محافظة الحديدة حيث تشهد ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر. كاميرا بلقيس في الحديدة ترصد جزءا من تلك الظاهرة في هذا التقرير. دون اكتراث للهيب الحديدة الحارق، تواصل المرأة العاملة في هذه المحافظة مهامها في ظل الظروف الصعبة. هذه السيدة هنا ما تزال تصارع الحياة الشاقة تحت حرارة الصيف، مستمرة في صناعة الخبز الطازج على حافة الشارع، تنجز منه ما يحتاج المتسوقون ليعود عليها ولو بالقليل من الربح. الأوضاع الرهينة التي دفعت بالمئات من النساء إلى سوق العمل في واحدة من أكثر المحافظات فقرا زادت من أثر استفحال البطالة كنوع من تأثير التحولات الاجتماعية التي تسببت بها الحرب، كما قلصت من مظاهر التكافل الاجتماعي لتختفي معها بعض المشاريع وتغيب الفرص إلا البسيطة منها. هذه أنواع معهودة من أعمال النساء كالخياطة وتطريز الملابس إلى صناعة وترويج المكانس اليدوية البسيطة بما في ذلك أدوات التبضع والسلال التي تصنع من النخيل، بالإضافة إلى تشكيل عقود الفل في كفاح مستمر مع الحياة. كل هذه الأعمال تحاول الاستمرار في غياب مشاريع ولو بسيطة أمام النساء
لتشكل لهن مصدر رزق وازدهار، وتساعد بعضهن على تجاوز صعوبات الحياة. وعلى الرغم من انتشار الفقر والطلاق والأمية، إلا أن المرأة في هذه المدينة تكسر حواجز عديدة من أجل تحمل المسؤولية تجاه عائلتها ومجتمعها بالبحث عن الربح لتوفير اللقمة الكريمة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الوفد الحكومي في المشاورات يغادر الكويت بعد يوم من توقيعه على مشروع اتفاق أممي. تجدد المواجهات بين المقاومة والميليشيا في مناطق بأطراف لحج وتعز وشبوة والبيضاء. كاميرا بلقيس توثق حجم معاناة مئات النساء دفعت بهن الظروف المتردية إلى سوق العمل. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذلك التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.